الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني البشير بيؤسسان لمرحلة من العلاقات الجديدة. النهاردة قمة مصرية سودانية لحسم بعض الملفات الصعبة والشائكة، والأولوية بالتأكيد ستكون لمحاربة الإرهاب ودعم التعاون الثنائي. وهذه القمة المرتقبة النهاردة في القاهرة هيكون فيها العديد من القضايا المهمة اللي هتؤسس لمرحلة دقيقة وقوية بين البلدين إن شاء الله. خلينا ناخد مع حضراتكم تفاصيل أكثر، أبعاد أكثر دقة. معنا الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور هاني صباح الفل. صباح الخير يا فندم. دكتور هاني، قراءة من حضرتك في هذه القمة المرتقبة المصرية السودانية اليوم. دي قمة تمثل نقلة نوعية مهمة وإيجابية في العلاقات بين البلدين، وخاصة أنها بتأتي بعد مرحلة امتدت لفترة غير قصيرة كان عمادها الأساسي هو التوتر والتصعيد المتوالي من الجانب السوداني، وتمثل ذلك في سحب السفير وسلوكيات وتصريحات أخرى عديدة، لكن الجانب المصري كان حريصا على التهدئة طوال الوقت، حريص على المصالح المشتركة والأبعاد الاستراتيجية في العلاقة بين مصر والسودان. وكان في لقاء ثنائي تم في أديس أبابا بين الرئيسين السيسي والبشير، وأعقب ذلك تكوين لجنة رباعية ذات آلية منتظمة. لكن في الحقيقة زيارة الرئيس البشير اليوم بتؤكد بشكل كبير وواضح على انحياز الجانب السوداني إلى خيار التهدئة والحوار والنفس الطويل لتقريب المواقف بين البلدين. وكما نعرف الزيارة الحالية هي بتركز على الملفين الأساسيين اللي حضرتك ذكرتيهم في التقديم، وهما مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية. ولكن أظن أيضا سيتم العبور أو المرور على الجوانب الأخرى، وخاصة قضية المياه وسد النهضة. لأن هيكون في وقفة تتخيل حضرتك، تتوقع وقفة في ملف سد النهضة؟ لا ينبغي أن يعني نرفع سقف الطموحات. الموقف السوداني من سد النهضة معروف، وهو موالي ومتحالف مع الموقف الأثيوبي، لكن إذا حصلت مراجعة سودانية سيكون ذلك مفيدا جدا لمصلحة المفاوضات ولمصلحة الأطراف الثلاثة. لكن اليوم المشهد وزيارة الرئيس البشير والمؤشرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، هل قد توحي بأنه هناك تغير في السياسة السودانية، فربما يصنع ذلك إسقاط على ملف سد النهضة؟ نعم طبعا هناك تغير كبير من التصعيد والمتوالي الآن إلى خيار التهدئة وزيارة قمة من الرئيس البشير إلى مصر. ده بيؤكد كما ذكرت الانحياز الكبير للسودان لخيار التهدئة. والأهم في الحقيقة هو أنه الآن العودة إلى مناخ التعاون ومناخ الهدوء والتواصل بين البلدين، لأنه هذه هي أوصل يعني أفضل طريقة للوصول إلى تفاهمات قابلة للاستمرار والتطبيق. توقيت الزيارة يا دكتور؟ خلفية الزيارة، احنا عارفين انه منذ اللقاء الثنائي اللي تم على هامش قمة الاتحاد الافريقي حصل اجتماع في القاهرة للآلية الرباعية، حصل زيارة لمدير المخابرات المصرية الأسبوع الماضي إلى السودان، الآن تأتي رأس زيارة الرئيس السوداني، وهذا يعني أن هناك تواصل وحوار وتفاهمات قد تمت، وأن هذه الزيارة هي ربما لاستكمال أو وضع رتوش أخيرة على بعض التفاهمات. في تسارع في توطيد العلاقات؟ في إيه يا فندم؟ تسارع، يعني العلاقات بدأت تترتب بشكل صحيح بسرعة. والله ما نقدرش نقول كده، لأنه الخلافات أو المواقف المتباعدة في ملفات أساسية ومهمة ما زالت قائمة، لكن واضح تماما أن هناك اتفاق على أنه هذا الخلاف يتم الاعتراف به وتحديده والحوار حوله، بدلا من اتخاذ مواقف تصعيدية وشكاوى هنا وسحب سفراء هناك وهكذا. تتوقع ماذا تغير لدى السودان حتى نبدأ في هذه الحقبة الجديدة؟ ما تغير لدى السودان في الحقيقة هو الأزمة الداخلية. هناك أزمة داخلية عنيفة في السودان لها بعد اقتصادي بالأساس، تمس حياة القطاع الأوسع من الناس. خرجت مظاهرات، الرئيس البشير
أجرى تغييرات في تركيبة وبنية النظام الداخلي الذي يقوده، وهذه التغيرات تحتاج إلى وقت لكي تنتج أثارها، وبالتالي هو يفضل خيار التهدئة مع مصر بدلا من الاتجاه إلى نهج التصعيد الذي كان متبع سابقا. بشكر حضرتك على التوضيح دكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك. ومصر بتخطو خطوات جديدة في ملفات العلاقات الخارجية المصرية والأبعاد الدولية ودبلوماسية مصرية جديدة. بنتكلم عن 4 سنوات يعني منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وحتى الآن بنتكلم عن شكل جديد في العلاقات الخارجية المصرية، أبعاد جديدة في توازنات العلاقات الخارجية المصرية. مصر في عهود سابقة وعصور سابقة كانت بتعتمد على علاقات القطب الواحد، زي ما كان ناس كتير بيشوفوها من أهل الخبرة والرأي، إن كان عندنا بعد أمريكي واحد وبالتالي أنت متوافق مع السياسة الأمريكية في معظم توجهاتها إن لم تكن في كل توجهاتها. بالتالي مصر بتصنع الفارق الآن. مصر علاقات قوية مع كل الدول العربية، علاقات قوية مع معظم دول العالم صاحبة السياسات المتوازنة، علاقات قوية مع أقطاب وقوى كبيرة حول العالم، الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا علاقات مع دول لم تكن مصر لتتطرق لملفاتها، عندنا أبعاد مع فيتنام، مع اليابان، مع غيره. فمصر بتصنع مرحلة جديدة، ملف العلاقات الدولية المصرية بيذهب للنضج الأكثر، بيذهب للأبعاد اللي فيها مصالح المواطن المصري أكثر من إن احنا نولي الاهتمام لأي شيء آخر. فمصر تصنع ملف جديد وعلاقة جديدة أكثر انتظاما مع دولة السودان، وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم هذه الزيارة والنتائج اللي هتسفر عنها.